المهدي ملوك واحد من صناع أمجاد كرة القدم المغربية. ولد بالدار البيضاء سنة 1953 بمنطقة عيسبع الحي المحمدي. كانت أولى بداياته مع الساحرة المستديرة مع فريق الترجي بالدار البيضاء، حيث حمل قميصه لسنوات وكان أهم دعائم النادي، لينتقل فيما بعد إلى فريق الاتحاد البيضاوي حيث انفجرت موهبته الكروية، ليتم المناداة عليه رفقة المنتخب المغربي الأول. ومباشرة بعد التتويج باللقب الوحيد لكأس أمم إفريقيا سنة 1976، انتقل لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، حيث جاور رفقة الأسود نجوم كرة القدم المغربية، ويتعلق الأمر بكل من الهزاز، فراس، حسيلة، أحرضان، وبابا، والشباك، والقلاوي إبراهيم، والتازي، والزهراوي عبد الهادي، ونجوم آخرين. بعد تجربته مع الرجاء لعب لفترة محدودة مع الفرق المهنية، ليتفرغ فيما بعد للفئات الصغرى لبعض الأندية بمنطقة عيسبع الحي المحمدي، حيث كان يؤطر وينصح المواهب في عدة مجالات رياضية. وبعد وفاة اللاعب الكبير نمير علان، ترأس جمعية قدماء الاتحاد البيضاوي لكرة القدم. ومع مرور السنوات تعرض لأزمة صحية على مستوى القلب ساهمت في تدهور حالته الصحية، ليفارق الحياة أمس الجمعة عن عمر يناهز 69 سنة. وعزت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أسرة الفقيد وأقاربه عبر موقعها الرسمي. وقد كان الراحل يتميز بأسلوب لاعب أنيق، حيث كان يشعر رفقة المنتخب الوطني والأندية المغربية التي لعب لها مركز مدافع أيمن ومتوسط الميدان. إن لله وإنا إليه راجعون.